بدنا نقلب المقادير السبرينج رول على الغاز. اه راح نحط زيت السمسم. اه شغلته. زيت السمسم. حنحط التومه. شايفه يعني شكله محامي؟ لا هو شغال بس بده يحمى نقطه لانه طنجره كبيره. بدك نحطه على هداك، هداك احسن من هذا. وهذا من اسمع احنا بشغلك الوراني. هي احنا مش رح نحتاج كثير نقلبها، الخضار السبرينج رول بيكون شويه يعني في قرشه. اسمعي اعطيني الزيت احملها يا ورا. احمي لك يا ورا. لا بصير. هنقلب التومة شوي. يلا بدأت تاخذ. وهذا احلى من هذا. بس اتاكد لكم الغاز شغال. لا شغالين الاثنين. اوكي تمام. بس مش كثير هذا هو بياخذ وقت. بعدين هي مش كثير بدها الخضار. طيب رح نحط عليها الفطر اللي مجفف اللي هو شيتاكي. حنحط الجزر المبروش طبعا. يعني هاي تقليبه سريعه للخضار اللي بتضطري. سريعه ما بتاخذ بس. اوكي. وانتم عاملينها على الطريقه الاصليه يعني محطين فيها حتى اللي هي بذور الفاصوليا. براعم الفاصوليا صح. براعم الفاصوليا، الفطر هذا المجفف، يعني كله هذه اشياء اوريدي يعني بتعطيها طعم كثير زاكي للسبرينج رولز. حطينا الملفوف للاستخدام. هنقلبه على السريع. يعني الروائح الطيبه. لا 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 كثير هذا شيء زاكي. كيف انه انا بحب نكهه السمسم. وانا براعم الفاصوليا. واحنا اوريدي عاملين الحشوه جاهزه تكون بارده عشان نلف الرولات المسخن. راح ناخذ النشا نحط عليه الصوصات اللي موجوده. هذا ليه؟ هذا الصوص المحار. اوكي بدك تحطيه على الخضره هاي. تمام. حطيتي زيت السمسم مع الصويا صوص اللايت والدار صلصه المحار نشا. صلصه المحار هذا كله بتعملي منه هاي الصلصه اللي بدها تنزل على الخضره. واخر شيء ايش هذا؟ هذا صويا صوص. هذا صوص المحار. المحار. اخر شيء احنا رح نحط الصوص. هذا الصوص هلا عشان نبدا نلف. احنا معنا جاهزه يا مهند. طبعا ما في مشكله. يعني هلا لانه بدنا نقعد. انت وين اللفائف اجيب لك اياهم؟ اقراب. هاي عندي. عندك.